طبعا برضو الدكتور بيعمل فندس اكزامينيشن، بيبص على قاع العين، لان طبعا في الغالب الاطفال اللي عندهم كونجينيتال كاتاركت ممكن يكون عندهم انوماليز تانية موجودة في العين، يعني ممكن تكون في مشاكل في الريتنا، في مشاكل في الكورويد، في مشاكل في اي حاجة. وبالتالي هو يعني في نوع من الاحتياط بيبص، اول ما يلاقي الطفل عنده كاتاركت يبص برضو على فندس، يعمل لها يعني يبص على قاع العين يعمل لها اكزامينيشن، الفندس اكزامينيشن انفستيجيشن. ازاي بعمل دايجنوز، ازاي بشخص الحالة دي قد ايه، او درجة الكاتاركت فيها قد ايه، او بتأكد بطرق بقى ايه يعني معملية. طبعا في حاجة اسمها فيجوال اسيسمنت. فيجوال اسيسمنت ان انا بقيم النظر، اشوف النظر ده شغال ولا لا، هل شايف كويس ولا مش شايف. بالنسبة للطفل طبعا انا مش هجيب له اللوحة اللي هي بتاعت سي يمين وسي شمال والحاجات دي، هو لسه طفل مش بيعرف يتكلم اساسا. فانا هعمل له ايه في الحالة دي؟ هعمل له حاجة اسمها بريفرنشال لوكينج تيست، او الفيجوال ايفوكت بوتنشال. بريفرنشال لوكينج يعني النظرة المفضلة. ايه هي فكرة التيست ده؟ زي ما احنا شايفين في الرسمة دي مثلا، هنا ديت العين، ديت عين الدكتور واقف ورا زي مثلا الحاجب ده او الحتة دي، وات ايفر، هو واقف ورا تمام. الريفرنس ده، المربع ده، الدكتور من ورا بيحرك جواه اي شكل من الاشكال، مثلا الكورة او مربع اي حاجة. وبعد كده الدكتور عمال يبص على الطفل، الطفل طبعا عمال ايه، ده اللي شد انتباهه المفروض يعني، لانه مش هيشوف الدكتور من الحته الصغيره دي. فالطفل لو طبعا الدكتور عمال يحرك الدايره دي مثلا يمين كده وشمال، فالدكتور يلاحظ هل الطفل ده عينه بتتحرك مع الدايره دي يمين وشمال ولا ما تتحركش. لو بتتحرك معناها ان الصوره واصله لعينه، معناها ان الطفل شايف كويس، معناها ان ما عندوش كاتر. بس طبعا ديت راف ميثود ومش دايما اكيوريت، لان ممكن مثلا تكون عين وعين لا، او يكون الكاتاركت قليل فمش هتعرف تشخصه كويس. دي طريقه قديمه بس هي مكتوبه عندنا فبنشرحها وخلاص، يعني الطريقه دي ما عدتش بتستخدم اساسا، يعني ما حدناش بنستخدمها، بس بنكتبها في الامتحان لان هي موجوده في الكتاب واحنا شرحناها. الطريقه دلوقتي اللي هي بتستخدم اساسا اللي هي الفيجوال ايفوكت بوتنشال، دي طريقه كويسه قوي وفيري اكيوريت. بتعتمد على ايه؟ ان احنا بنجيب بولز، اقطاب كهربائيه، بنوصلها بالمنظر ده كده. المهم ان بيكون في قطب موجود على الاوكسيبيتال بارت اوف البرين او الاوكسيبيتال بارت اوف السكال. ليه؟ لان طبعا مركز الابصار موجود ورا هنا، ده مركز الابصار كده في البرين مثلا تمام. بس وبجيب فيجوال ستيمولس، بخلي العين تبص على اي فيجوال ستيمولس عشان يحصل اشاره. اول ما العين تشوف حاجه بتوصل، بتحصل اشاره في النيرف يوصل ل الاوكسيبيتال بارت اوف البرين اللي هو عباره عن الفيجوال اريا، فبتحصل كهرباء ورا. الكهرباء دي انا بسجلها بالجهاز ده وبشوف دوت طبعا صوره الفيجوال ايفوكت بوتنشال. مثلا هنا في فيجوال فيلد، بعد كده كل عين بيترسم لها ايه، زي اس جي كده بالظبط. فنشوف هل في كهرباء وصلت العين دي. مثلا لو شافت يتسجل هنا ان في، طبعا عارفين احنا ان الفيجوال بس وي بيحصل فيه كروس في حاجه اسمها كيازما. فالعين دي لما بتشوف بيحصل لها هنا فيجوال ايفوكت بوتنشال بيتسجل، ودي برضه نفس الكلام فيجوال ايفوكت بوتنشال. لو العين مش شايفة مش هيظهر حاجة، يعني لو العين فيها حاجة منع ان الضوء يوصل او الصورة توصل مش هيظهر البوتنشال ده، مش هيحصل كهرباء في الاوكسيبيتال بارت. وبالتالي او ممكن تكون مثلا كهرباء قليلة، فمعناها ان العين مش شايفة كويس. وبالتالي انا كده قدرت اشخص الكاتاركت، او قدرت اشخص الفيجوال هل شايف كويس ولا لا. وزي ما قلنا ان احد اسباب الكاتاركت هو الجلاكتوزيميا، فانا لما اشوف واحد جاي لي كاتاركت او شك ان عنده كاتاركت فبعمل له لاب تيست فور جلاكتوزيميا، اشوف لو عنده جلاكتوزيميا يبقى احتمال كبير قوي او اكيد عنده الكاتاركت. ايه هي الكومبليكيشنز بتاعت الكونجينيتال كاتاركت بالنسبه لطفل صغير؟ على حسب الكاتاركت ده هيجي في عين واحده ولا في عينين. يعني نفرض في البدايه ان الكاتاركت جه في عين واحده مثلا يونيلاترال، ده هنا مثلا في كاتاركت هنا دي في اللينس. اوكي، نفرض ان هنا في صورة اي حاجة، الصورة دي مثلا النورمال ان الصورة دي بتنزل موجودة بتخش على العينين واحدة كده، وبتنزل برضو الصورة بتاعتها التانية على العين التانية. اوكي، وبعد كده طبعا بيتم استقبالها على الشبكية، والشبكية تبعتها للأوبتيك نيرف، يبعتها هنا تحصل الكيازما، دي بتروح هنا ودي بتروح هنا، وفي الآخر أوكسيبيتال بارت
بيستقبلها ورا هنا ويشوف البرين ده، يشوف هل الصورة واصلة كويس ولا مش واصلة كويس. أنا دلوقتي عندي في اوبازيتي في اللينس هنا، في اوبازيتي في اللينس، وبالتالي لما يجي الضوء ده يسقط هنا مش هيوصل للشبكية، وبالتالي العين مش هتشوف او هتشوف منه طشاش قوي. لكن في نفس الوقت الناحية التانية ديت في صورة كويسة جاية، فالصورة الكويسة دي مع الصورة الوحشة او اللي تقريبا ضعيفة او جاية من الناحية التانية، لما يجي البرين يستقبل الاتنين بتبان ان الصورة مش كلير قوي، الصورة مش كلير، وبالتالي البرين يبدأ يتصرف او يبدأ يبعت اشارات للعين اللي فيها المشكلة اللي هي العين دي، هيبعت لها اشارات تعمل لها ايه. يبدأ في طبعا عندنا هنا ماسلز، الاكسترا اوكيولار ماسلز، منهم مثلا اللاترال ريكتس والميديال ريكتس، هنركز عليهم لان هم المهمين في الميكانيزم اللي انا هشرحه دلوقتي. فرض ان دوت هم دي كده اللاترال ريكتس ودي الميديال ريكتس، تمام؟ طيب الوقت البرين جاي له صوره من دي كويسه ودي صوره من دي مش كويسه، جاي يركبهم على بعض لقى الصوره مش تمام قوي، ناقصه شويه او وحشه شويه، وبالتالي البرين عرف ان المشكله في العين دي، فالبرين يبدا يحرك العين دي من وشمال عشان يجيب الصوره كويسه، يبدا يبعت اشارات، تبدا تروح اشارات ايه لللاترال ريكتس، تبدا تروح اشارات لايه للميديال ريكتس، الاشارات دي توصل، تبدا العين تتحرك، يعني مثلا تشد هنا العين تتحرك كده، صورة هنا العين تتحرك كده، بيقعد يحرك في العين وفي كل الاكسترا اوكيولار ماسل يتحرك فيها، يحرك فيها عشان يظبط الصوره. في الاخر البرين هيلاحظ ان مهما حاول يحرك العين البايظه دي برضه الصوره وهي داخله مش بتوصل مظبوطه، مهما حرك وعمل كل حاجه برضه الصوره مش بتوصل مظبوطه. فالبرين في الاخر بيوصل لمرحله ان هو بقى مدرك ان وجود العين دي، الصوره الضعيفه او اللي مش قد كده اللي بتيجي منها بتشوش على الصوره الحلوه اللي جايه من هنا، فيقول لك ايه، طب انا خلاص انا ههمل العين اللي بيجي منها الصوره الضعيفه دي اصل فاصله خالص، خلاص العين تحركها والعين تستقبل منها اي نرفات. فيحصل هنا ان البرين بيهمل العين الوحشه لان كل شويه ديت جايه منها صوره حلوه، دول تبعت له الصوره الوحشه تقوم تبوظ عليها، قال لك خلاص فانا ههمل العين دي خالص، اسيبها خالص، العين تحركها يمين ولا شمال ولا اي حاجه وهسيبها. بتعمل له حاجه اسمها امبيلوبيا، كسل العين، امبيلوبيا معناها كسل العين، وبالتالي عندي خلاص ما عادتش بتشوف، ولا عاد البرين حاططها في اعتباره اساسا زي ما خدنا في الفسيولوجي زمان اهملها، وبيشوف بعين واحده بس، الصوره صحيح جايه منها واحده صوره واحده بس الصوره حلوه، انما انا لو زودت الصورتين واحده حلوه واحده وحشه، الوحشه هتبوظ على الحلوه، فهو يهمل الوحشه. عشان كده تعمل لها حاجه اسمها امبيلوبيا، اهمال العين او كسل العين، البرين اهمل العين البايظه. طب السكوينت اللي هيحصل، طبعا سكوينت يعني حول، هيحصل ليه؟ دلوقتي البرين بعد ما بقى ما بيبعتش اي اشارات للعضلات دي، خلاص العضلات دي بقت شغاله مع نفسها او بقت لوحدها كده من غير اي اشاره من البرين. في الاطفال اللي اقل من 4 سنوات بتكون عندهم الميديال ريكتس ماسل اقوى من اللاترال ريكتس ماسل، وبالتالي لما البرين يبطل يبعت اشارات لهنا ويهمل العين اساسا، تقوم الميديال ريكتس بطبيعه ان هي اقوى تشد العين ناحيتها، ميديا ريكتس بطبيعة ان هي اقوى تشد العين ناحيتها، تفضل شدها كده ناحيتها، وبالتالي العين تكون بص على الناحية دي، بص على الميديال بارت، وبالتالي السكوينت هنا، طبعا السكوينت عندي انواع، في ايزوتروبيا وفي اكزوتروبيا. السكوينت هنا هيكون عامل ازاي لو فكرنا فيها؟ ميديا ريكتس شد للميديال، اذا السكوينت هيكون ناحية النوز زي الصورة دي، شايفين الطفل ده كان عنده مشكلة في عينه، الصورة مش واصلة كويس، برضه البرين بدأ يحرك العين دي يمين وشمال لعل وعسى الصورة تتظبط، الصورة ما اتظبطتش، البرين أهمل العين أساسا، سابها لأن بتبوظ على الصورة الحلوة اللي جاية من العين التانية، وبالتالي خلاص حصل اللي احنا قلنا عليه من شوية، إن عندي في الأطفال الميديال ريكتس أقوى من اللاترال ريكتس لحد 4 سنين، بعد كده الأمر بيتعكس بتبقى اللاترال ريكتس أقوى، لكن لحد قبل 4 سنين زي الطفلة دي مثلا الميديال ريكتس أقوى، البرين أهمل العين، الميديا ريكتس تشد العين ناحيتها، وبالتالي يظهر عندي السكوينت ده بنسميه ايزوتروبيا، يعني حصل لجوه، انما لو اكزوتروبيا يعني الحول حصل لبره، العين بتلف للاتر، تمام؟ اذا عرفنا ليه امبلوبيا وليه سكوينت، امبلوبيا طبعا عرفنا يعني
كسل العين او اهمال البرين للعين، وسكوينت يعني حول، وهو نوعه ايزوتروبيا يعني الجوه. تاني حاجه في الكومبليكيشنز عندنا لو هي مثلا في البايلاترال، لو الكاتاركت كان موجود في في العينين الاثنين. فرضا دي الصوره برضو، حصل عندي كاتاركت هنا وكاتاركت هنا. تيجي الصورة تخش للعين دي مش واصلة، أو واصلة ضعيفة مثلا، واصلة بطريقة ضعيفة، لأن لو مثلا الكاتاركت مش قافل العين كلها. تيجي برضو نفس الكلام في العين دي مش واصلة، أو واصلة بطريقة ضعيفة، نفس الكلام. البرين الصورة تيجي توصل له هنا في الأوكسيبيتال بارت اللي هو عبارة عن الفيجوال سنتر، يجي يبص على الصورة اللي جاية من هنا والصورة اللي جاية من هنا مش حلوة من الاتنين. يبدأ البرين بقى إيه يبعت برضو نفس الحوار، يبعت إيه مثلا فرض عندي هنا اللاترال ريكتس والميديال، ونفس الكلام هنا مثلا، وطبعا السوبر اوبليك والانفير اوبليك كل المسلز، لكن احنا حاطين دول هنا عشان هما يعني ايه هيوصلوا الفكره اللي احنا عايزينها ببساطه. انما طبعا هو بيبعت اشارات لكل المسلز، يبدا ايه يبعت اشارات بقى لهنا، وبعد اشارات لهنا، ظبطه في الصوره، ظبطه في الصوره. طبعا العين دي تيجي تتحرك الصوره بتيجي وحشه، يحرك فيها يمين وشمال الصوره بتيجي وحشه، يقول لك خلاص اجرب مع العين الثانيه، يجي يجرب مع العين الثانيه يمين وشمال برده الصوره وحشه، يفضل يحرك فيهم يمين وشمال يمين وشمال، الصوره مش هتقدر تيجي ابدا. على عكس الامبلوبيا، الامبلوبيا الفكره ان انا كان عندي عين بتجيب صوره حلوه وعين بتجيب صوره وحشه، فهو كان لما بيزهق في الاخر خالص يقوم يهمل العين اللي بتجيب الصوره الوحشه وخلاص. انما هنا دلوقتي عنده الاثنين مش شغالين، فيقعد يحرك فيهم على طول لعل وعسى يشتغلوا، لان هو لو جاله صوره حلوه كان اتصرف، انما هنا مش جايله من الاثنين، فيقوم على طول يفضل يعمل الحركه دي، يحرك في الاكسترا اوكيولار ماسلز، يحرك فيهم، يحرك حاجه بنسميها النستجمس. ده طبعا الامبلوبيا وكده. ده بقى النستاجمس، مش لاحظين هنا ايه البرين عمال يحرك في العين يمين شمال فوق وتحت يلفهم مفيش تفضل طبعا ديت حاجه عند الطفل، تفضل العين تتحرك كده، البرين بيقعد يعمل كده لحد ما يحاول يظبط الصوره، لكن طبعا عمره ما هيقدر يظبط الصوره لان في حاجه حايشه على العدسه، وبالتالي لازم بيتدخل جراحيا سيرجيكال عشان نشيل الكاتراكت ده، فالبرين توصل له الصوره كويسه ويبطل يحرك العضلات، لان الصوره بقى توصل له اوريدي كويس. ده بنسميه نستجمس.